اليوم نفذ الطيران الحربي في منطقه الدويلي وتم اسعاف الجرحى على مشفى الشهيد وسيم حسين بكفر تقاريم واثناء اسعاف الجرحى تفاجأنا في الطيران نفذ في ساحه المشفى وتم تدمير جزء كبير من المشفى وعاود مره ثانيه ونفذ في المشفى في المشفى تماما صار في اصابات كثير في الكادر والمشفى خرج عن الخدمه كاملا وهذا المشفى الوحيد اللي بيعد في الشمال محافظة اللي بيخدم حوالي 300 الف نسمه طلع عن الخدمه كاملا وسيارات الاسعاف تدمرت كلها حاليا المشفى خارج الخدمه والكادر الطبي ندعي للكادر اللي انصابوا يقوموا بخير وسلامه ان شاء الله صامدين ان شاء الله